أعلن الدكتور يفغيني كومارويسكي أخصائي طب الأطفال أن حروق الشمس في فترة الطفولة لها علاقة مباشرة بخطر تطور سرطان الجلد. وقال كومارويسكي: يمكن لنوعين من أشعة الشمس إلحاق الضرر بالجلد. النوع الأول هو أشعة UVA الأكثر خطورة وعدوانية للجلد، يمكن أن تلحق الأضرار حتى على مستوى الحمض النووي، وتساعد على نشوء الأورام الخبيثة. وأما النوع الثاني UVB فيسبب الحروق الشمسية. وأشار كومارويسكي إلى أن هذين النوعين من الأشعة الشمسية يمكنهما اختراق المواد، لذلك ينصح عادة بارتداء ملابس مصنوعة من أنسجة محبوكة جيدا. وإذا كانت الملابس خفيفة، فيجب استخدام مراهم واقية من الشمس على جميع مناطق الجسم. وأكد الطبيب على أن أخطر أنواع سرطان الجلد الميلانوما يظهر في فترة الطفولة، لذلك من الضروري جدا تأمين الحماية للأطفال عند تعرضهم لأشعة الشمس. وقال: 5 حروق شمسية في الطفولة تزيد من خطر تطور سرطان الجلد بنسبة 80%. وينصح كومارويسكي بوضع المراهم الواقية من الشمس قبل التعرض للشمس 10 إلى 15 دقيقة، وتجديده في المدينة كل 4 ساعات، وفي الطبيعة كل ساعتين.